نشوف شنو بنسوي، شلون نجيب شخصيات ونركبها داخل هذا. لو نلاحظ ان هذا فيه له حركة دايناميك مع البحر. المهم نجيب الحين امبورت الشخصيات ملوتنا، الشخصية الأولى لاحظها كبيرة شوية. خلينا نفتح ال وينه هذا، نشوف ياب لنا اياه. اوكي ياب لنا الريفرنس ايه، نضغط على المين علشان نصغره الشكل اللي نبيه، تقريبا هذا الشكل او هذا القياس ماله تقريبا. نقدر نجيبه نحطه هني مثلا. ناخذ هذين الاثنين ننزلهم شوية الطريقة هذه، سوي واقف. شنو بعد؟ خلنا ننزل التدفات شوي. ننزلهم شوي الطريقة هذه، ريلاكس أكثر. الحين هذا لو نلاحظ انه مش مربوط مع القارب، نسوي له parent constraint. نضغط على المين اللي هو هذا و locator، بعدين المين شيفت مع المين ني، ونقول له constraint parent constraint. بس نفتح الاوبشن بوكس نشوفها، نسوي له reset، نقول له add. نجرب الحين. اوكي نجيب الشخصية الثانية import شخصية B import نفس الطريقة. نلاحظ ان هني مو موجود، نسوي ريفرش راح نلقاه. بي ناخذ المين نجيبه هني شوية، نصغره الحجم المناسب اللي نشوفه. خلينا نلفه، خلينا نحطه نفس الطريقة، نسوي له بيرنت. نضغط هذا مع شيفت مع المين ونقول له constraint parent constraint. الحين نلاحظ إذا سوينا نشوف الاثنين مع بعض راكبين داخل القارب. الحين ناخذ ال خلني أسوي له نرجع من الأول، خلي قاعد هني بالطريقة هذه. الرجل الثانية نفس الشيء. الإيد خلينا نسوي، خلينا نحاول نسوي FK. الحين نجيب ال الحين بس هنجرب شوية نشوف.
الحين العصاية لازم تسوي لها بيرنت مع الإيد، تنظر للكنترول، تسوي لها شيفت مع الكنترول هذا، نعطي بيرنت، نضغط بلاي، نلاحظ انه اوكي ماخذ معه. نروح على اليوتيوب، على جوجل، نقول له عطنا كويت لاندسكيب ايمجز، ناخذ الايمجز نقول له سايز، عطنا اياه لارج افضل، خلينا نشوف هذا حلو حق الليل، هذا حلو حق النهار، نشوف هذا اوكي صغيرة الصورة بس انما توفي بالغرض. نرجع للماية، نحط الصورة بالباك جراوند، نضغط هذه هني عشان يحطونها بالصورة، هذه هي بالكاميرا، لاحظ انها نازلة وايد تحت، نقدر هني من الأوفسيت نصعدها فوق من الأوفسيت الطريقة هذه تقريبا. أوكي نعدل شوية البرسبكتيف، الطريقة هذه نعمل رندر تست، هذه هي الليبسينج. طبعا لازم تجيب الصوت هني تحطه، يعني انا مثلا البريمير انا عندي الفيديو، ناخذ منه الصوت، جايبنا ونضيف الداونلود، هذا هو شوف، نلاحظ ان هناك شوي معطينا اوت اوف فوكس عشان يبين شوي، هذا نقول له عطنا الصوت بس اكسبورت. نقول له عطنا بس الصوت، حط لنا اياه اوكي التكستشر بس مزيكات اكسبورت. الحين اذا رحنا على المايه نقول له امبورت، الصوت هذا يقول لك unrecognized مو متعرف عليه، اوكي صيغة ثانية export media AIF اعتقد يصير، import اوكي كافي. الحين هني نهاية لهني، فاحنا نعطي الطريقة هذه
عندس الكاميرا مرة واحدة لهني نقول كذي. هذه خلاص تكون هني تعتبر النهائي. الحين سوينا الكيات احنا، بس لو نلاحظ انه خلينا نسوي ستيب افضل بالتانجنت، نقول له ستيب راح يصير فيه قطعات بدل لا تمشي الكاميرا مشي كذا. القطعة الأولى هذه هي تقريبا قطعات، يعني بالبداية نقدر نسوي كذي مثلا هني، القطعة الثانية من فوق عشان نبين شلون صاير، نقول له ستيب تانجنت ستيب. انا عاده ما يعني الليبسينج اسوي لحاله بعدين اجيبهم هنا، الحين هذا مبدئيا كذي هم. طبعا الشخصيات مرات يكون عندي يعني البلنت شيب مالي احوله الى الموشن بيلدر واخذ الحركه المبدئيه للكلام من الصوت، بعدين بس اجي هني اعدل عليه شوي شوي، احط الاحرف واوضح الليبسينج عاده و بس. طبعا الريندر، طبعا الريندر سالفة ثانية، لأن ما عندكم انتو البي راي، او اذا عندكم البي راي يعني انا بشكل سريع هني هذه افتحها عشان يطلع لي السب ديفيجن يقدر يرندر لي اياهم، هذه مهمة جدا. الادابتيف اخليه اثنين، يعني ما بتطرق الانفايرمنت ما انفايرمنت سوالف هذه. الجي اي افتحه واحط هني ريديانس ويا لايت كاش، شوف انا حاطه لو هني بس وقت الرندر النهائي احط هاي انيميشن او هاي احطه اذا ما في حركه كاميرا. هو حاليا في حركه كاميرا قطعات، انا قصدي حركه كاميرا يعني زوم ان زوم اوت. بس بالسيتنج اذا عندي اكثر من جهاز اقدر ارندر على اكثر من جهاز. ديستريبيوتد رندر هذا حق الفيو بورت عندي هني. الباسز هني احط هذا مثلا ديكلوجن هني، اقول له اعطني ديرت. هذا الجي اي اللايت،
وايد شغلات يعني شادو، وايد شغلات حلوة يعني بصراحة. ريفلكشن وريفراكشن سبيكلر ديبث اوف فيلد حلو اذا بتحط اوبجكت ثاني بعيد عنك، فيلوسيتي اذا تبي موشن بلور فيه. فهذه هي الشغلات يعني. خلينا نرندر كذي بس علشان نشوف ال الباسز. يعني نلاحظ هني قاعد يحاول يطلعهم. بس لا، أفضل إنك أنت تسيفهم EXR عشان يعطيك 32 بت، راح يفرق كثير بالكمبوزيت كثير كثير يعني. QW الحين إذا رحنا على After Effects بني بس الصورة اللي سويناها. هذا الـ XR نسحبهم نقطهم كومبوزيت كله اوكي. الحين ما سوينا الجي اي، طلعنا الجي اي. هذه الصورة النهائية. بس في الجي اي كاهي، هذا الجي اي حلو، هذا الجي اي حطه تحت. سكر هذي، خليني اجيب الكلوجن. الكلوجن اللي سويناه اللي هو اكسترا ديرت، هذا نحطه تحته فوقه. والبلند ماله مالتي بلاي اوكي. ريفلكشن ريفراكشن وسبيكلر هذي نسويهم اد. اللايتنج نسوي له اد. شوف اللايتنج شلون صار قوي، نقدر نخففه. هذا الحلو في الكومبوزيتنج يعني، تقدر تخففه، تقدر تعطيه لون، تعطيه تنت مثلا. نغير اللون. اللون اللي تبيه حسب اللايتنج مالك. وطبعا تجيب الصورة.
ديسكتوب. اوكي هذه نحطها. الخلفية الكمبوزيت هني نلاحظ انه 8 بت. نضغط عليه ونقول له sRGB لأن شاشتنا sRGB. نقول له اوكي. يعني هذا الشكل النهائي للصورة.